يقول: أيهما أفضل للمسافر، الإمساك عن السنن الرواتب أو يصليها، خاصة إذا كان في الحرم؟ الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالرواتب، لا يأتي بالرواتب، لأنه مشروع له القصر من الصلاة الفريضة، فكيف يأتي برواتب بعدها أو قبلها؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا، يعني مصليا الراتبة، لأتممت. الله يخفف عنك وأن تزيد صلاة أخرى. إذا أردت أن تأتي بالنوافل لها مجال آخر، صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر، تحية المسجد، ركعتي الطواف، مجال واسع للإتيان بالنوافل.